عايز اتكلم بقى عن فترة مهمة جدا 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 بعد ما خلصنا الحمد لله والشكر لله تجربة الحمل وتجربة الولادة سواء ولدنا طبيعي او قيصرية. في فترة بقى ال 42 يوم اللي بعد الولادة اللي احنا بنهملها كلنا، وساعات كتيرة قوي 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 سيدات بتولد واصلا ما تجيش مثلا متابعة الحمل اللي هي اهم من الحمل نفسه من الولادة، لان دي فترة مهمة جدا جدا جدا. فهنتكلم عن كل سيدة من السيدات الجمال اللي معانا مروا بالتجربة دي ازاي، وكانت تجربة كويسة ولا تجربة فيها صعوبات، لان برضو بيبقى فيها زي الحمل حاجات كويسة وحاجات صعبة وحاجات، فكل هناخد برأي كل سيدة كده على حدة. فهبدأ بمدام أميرة. أول أنت ابتديتي إيه؟ الأربعين يوم بتوعك كانوا كويسين وحشين؟ إيه أول تغير حسيتيه؟ إيه أكتر حاجة حسيتيها؟ التقل أكتر حاجة كانت حلوة، إن التقل اللي كان عندي ده راح. طيب أهم حاجة الحمد كانت لله. أحسن حاجة إيه؟ الوجع كان طبعا فيه، بس اللي هو كان يوم بعد يوم كان بيبقى أحسن. تمام. طبعا المود بقى وحش قوي. المود هو بيبقى لذيذ الفترة دي. إنه بتنامي كتير ولا بتنامي قليل؟ لا ما فيش نوم خالص عشان الولاد طبعا ربنا يخليهم. عشان توأم بقى، فكان ده بينام ويروح مسلم ده، فانا أيوة كنت تمام. بيسلموني يعني. وبعدين ضغط بقى كان جامد قوي. تمام. لان انا كان لسه عندي كورونا، اثار الكورونا، فما كانش في حد قاعد معايا، كان تمام. معظم الناس خايفه. تمام. ايوه فكنت قاعده انا لوحدي. تمام. بس فكان دي ابوخ حاجه، بس بعد كده واحده واحده الدنيا بقت ماشيه بقى يعني الحمد لله. لكن الحمد لله ما مرناش مثلا حاجه نزيف او سخونيه او حاجه. لا خالص، دي مش لا الحمد لله والشكر لله، كانت تجربه كويسه. والجرح ما كانش فيه اي حاجه. طب الحمد لله. هو اول كام يوم ما كانش باين اصلا. انهو يوم على اليوم رقم كام ابتديتي تحسي ان انت فوقتي شويه، بقيتي بتتحركي براحتك؟ وانا من دي وان وانا بتحرك يعني الحمد لله، بس فوقت مثلا على خامس يوم اللي هو بطلع فول وانزل باور. بقى على طول ورايحه جايه ومفيش اي حاجه. لكن تاني يوم لما روحتي من المستشفى كنت عارفه تتحركي تقومي تخشي كنت الحمام بنزل؟ طبعا. لا كنت بنزل اصلا. تمام. طبعا الحمد كنت لله بنزل عادي، ما كانش فيه اي حاجه. طيب جميل جدا. مدام ايمان بقى هتحكي لنا عن ال 40 يوم بتوعها، كانوا لزاز وحلوين وكويسين من كل النواحي بقى، يعني حسيتي ايه اكتر حاجه حسيتي انها ايه ده ارتحت فيها، وايه اكتر حاجه تعبتك فيها؟ هو انا برده من اول يوم ما كانش عندي مشكله خلاص بقى في ان انا اتحرك وانزل لا عادي، كنت عايشه حياتي. اكيد كان في شويه وجع بس كان بسيط يعني، ما كانش يذكر يعني ان انا كان مأزمني. الموضوع كله اكيد كان في البيبي، النوم وعياط بلا هدف. تمام. يعني مش عارفه كده عياط البيبي ولا عياط حضرتك؟ انا وهو يعني هي بتعيط برضو بالهدف. أيوة. وانا برضو بعيط يعني. تمام. كان النوم الديبريشن طبعا. كمان كنت يعني من الاكتئاب ما كنتش باكل، مش عايزه اكل بعد. تمام. كده بقيت باكل كتير. أيوة. ما هو الاكتئاب بيجي في الاول نخس وبعدين بيرجع للاسف يروح. بالظبط كده. تمام. بس فلا كان الموضوع لكن يعني، لكن ما كانش في حاجه كبيره مضايقه حضرتك، او نقول مثلا ايه اكتر حاجه حسيتيها بعد الولاده جديده؟ مرابطه بالبيبي، مرضع البيبي، في مسؤوليه جديده. مسؤولة بقى. مين قاعد جنبي في البيت؟ مسؤوله. ايوه. انت على شخص كده كلكم مسؤولين عليه، هو حاجه. أيوة. صغيره كده. تمام. مربيه 3-4 اشخاص. تمام. ايوه مربيه كل الناس الكبار حواليها. لكن التجربه اوفرول كانت تجربه كويسه، مش تجربه لا لا سيئة. كانت تجربه يعني حلوه والله. طب الحمد لله والشكر لله. طيب مدام نهال بقى، ال 40 يوم بتوع حضرتك كانوا كويسين حلوين؟ ايه اصعب حاجه؟ ايه اوحش حاجه؟ ايه احسن حاجه؟ لا كانوا كويسين يعني. انا من يوم ما روحت وانا كويس الحمد لله كويسه. تاني يوم انا يوم العمليه حتى قمت مشيت في المستشفى وقعدت الف كده وبتاع. ايوه الحمد لله كنت جدعه جدا. الحمد لله. وتاني يوم روحت عادي. تمام. وكنت بنزل اتمشى. تمام. كنت بنزل يعني من تاني يوم والتالت يوم كنت بنزل اتمشى وارجع وبتاع. هو بس اصعب حاجه كان بس النوم. أوكي. ان هو كانت مطالبه ان انا كل ساعتين لازم اصحى اكل بيبي. تمام. يعيط، لازم يغير الحاجات طول. الياما اللي انا مش عارفه انا اتحطيت فيها فجاه. انا ايه أيوة المسؤوليه خلاص بقيت ماما. اوكي. فبس كان وجود بس مامتي واختي جنبي هما اللي صراحه كانوا بيشيلوا عني شويه. ما دول ربنا يخليهم لك يعني الحمد لله. فلا كانوا بصراحه حلوين ال 40 يوم، ما كانوش صعبين. طب الحمد لله والشكر لله. طيب ومدام لينا بقى، ايه اكتر حاجه تقوليها في ال 40 يوم، حلوين ولا وحشين ولا نص نص؟ التجربة. لا يعني ممكن اقول من بعد العمليه الدنيا كانت كويسه الحمد لله. برده كنت بتمشى من اول يوم. تمام. لما روحت برده شويه سخونيه بسيطه ممكن، بس انا كان عندي مشاكل في الرضاعه. ايوه لما حصلنا موضوع اللي اتخضينا وقلنا عشان كان في سخونيه ودماغنا ودت وجابت 100 مره. بس الجرح والعمليه نفسها لا الحمد لله كنت كويسه يعني. تمام. مشكله برده يعني اللي هي كومن بينا كلنا النوم تقريبا. تمام. والديبريشن بقى عياط. أوكي. لو كل ما حد يكلمني مثلا اكل اقعد اعيط. ايوه اقعد اعيط يعني. ايوه فهي دي المشكله اللي كانت مواجهاني، وممكن لحد دلوقتي شويه. انا لسه في ال 40 عشان برضو. لسه في ال 40 لسه مدام من ايه ما خلصتش. فهي زي ما شفنا كده كل حد بيبقى له في تجربه ال 40 يوم حاجه مختلفه، بس تقريبا كلنا او كل السيدات بيتحدوا على حته المود الحلو واللذيذ وعدم النوم طبعا عشان لسه المسؤوليات الجديده اللي معاهم. بس اوفرول يعني زي ما شفنا الحمد لله تجربه عاديه على خير.
الخير مش سيئة قوي وبتعدي. لما بنعدي بالذات الأربعين خلاص بتبقى انتهت. يعني زي ما شفنا الفترة المهمة جدا 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 اللي احنا بنسميها الفترة بعد الولادة، ال 42 يوم او الست اسابيع اللي بعد الولادة، دي فترة مهمة جدا جدا عشان سيدات كتيرة جدا بعد الولادة ممكن ما اشوفهمش، ما يجوليش اقول لهم تعالوا بعد اسبوع العيادة، لان هم مفاكرين ان الموضوع خلاص انتهى وعد، بالذات لو الولادة قيصرية مش طبيعي. دي بنحتاج ان احنا نشوف السيدة بعد اسبوع بعد اسبوعين من الولادة وبعدين على اليوم ال 40 او ال 42، لان لازم نتابع جرحنا كويس ومضاعفة. اولا من اول يوم احنا ولدنا فيه بالذات لو قيصر لازم ناخد بالنا ان احنا في حاجات قديمه كده موروثه معانا وهي خاطئه جدا، ان احنا قصه ان انا اقول للمدام اشربي بسرعه فورا اول ما تخرجي، اشربي سوائل دافيه كتير وتمشي اول ما رجليكي تفك من البنج النصفي كتير. تقول لك ازاي يا دكتور يا عم؟ اقول له اشرب او اكل قبل ما اطلع ريح او براز. ده خلاص كان كلام قديم جدا، احنا بنشرب السوائل بسرعه عشان اولا في حاجه اسمها وجع الكتف مشهور جدا بعد القيصريه، ده بيجي من الغازات اللي موجوده بتطلع فوق احنا شغالين اثناء العمليه، بتروح بشرب السوائل الدافيه وانس ما خلصنا العمليه. تاني حاجه اول ما رجلينا تفك من البنج او التخدير بعد 4 ساعات لازم نقوم نتمشى فورا، لان المشي هو اللي هيحسن حركه الامعاء ويؤدي الى اخراج البراز او اخراج الهواء زي ما بنقول، فيؤدي الى ان التعافي يبقى سريع. فتره ال 40 يوم ما فيهاش حاجه ان احنا نقول ان السيده تقعد تقعد في السرير وتطبطب على نفسها وان هي عامله عمليه فهتقعد، لا بالعكس، احنا خلصنا قيصريه يعني نلعب رياضه. فطبعا السيدات بيتخضوا، اقول لها امشي لي كل يوم ساعه متواصل وتاني اسبوع كل يوم ساعتين متواصل او جري، فيتخضوا جدا. احنا مش بنبالغ في الامور، المشي هو السرعه او الكلمه السريعه او الكلمه السريه في التعافي السريع بعد الولاده. اما نمشي كتير ونلعب رياضه بس مش هنشيل وزن تقيل، لان الحاجه الوحيده في ال 40 يوم اللي بنقول للسيده تاخد بالها منها انها ما تشيلش تقيل، فقط يا دوبك وزن البيبي، ويا ريت حتى ما نشيل البيبي نشيله دايما واحنا قاعدين مش واحنا واقفين، لان الشيل التقيل هو اللي بيبوظ لنا العمليه. غير كده المشي السريع، ان انا حتى اركب عجله، ان انط الحبل، انا ما عنديش مشكله في ده خالص، لان سيدات بطلب منهم بيشوفوني ان انا بتكلم يعني بقول خيال، لكن السيدات اللي بيجربوا يسمعوا الكلام بتلاقيهم جايين اولا بطنهم مشدوده لوحدها بلا عمليات شد بطن وبلا حتى حزام للبطن، بتلاقي نتيجه هايله. النقطه الاخرى المهمه لازم اخد بالي ان انا المغات والحلبه والحلاوه والاكلات دي ما بنحبهاش وما بنفضلهاش، دي حاجات موروثه غلط لانها بتؤدي الى زياده الانتفاخ الجسم وحبس الميه جوه الجسم. احنا بنحتاج الرضاعه بتيجي بشرب السوائل الزياده مش باكل النشويات. انا بمنع لحالاتي اكل النشويات بعد الولاده واقول لهم اشربوا سوائل، اشربوا البان، اشربوا عصائر فريش، لكن ما ياخدوش مغات وحلبه وحلاوه. يبقى اذا كلمه السر في الحركه على طول، وانس قدرنا نتحرك، في الرضاعه سريعا، في ان احنا نمسك اكلنا وناخد اكل صحي كاننا عاملين ريجيم فتره ال 40 يوم، هنلاقي نفسنا نؤدي الى ان التعافي سريع ونقصنا وزننا والميه اللي محبوسه في جسمنا بعد العمليه. يبقى مش هنقعد في السرير ابدا ومش هنمنع الاكل والشرب، بالعكس احنا بناكل صح وبنشرب صح وبنتحرك صح علشان نبقى فتره سليمه وسريعه للتعافي من القيصريه او الطبيعي.